إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن تبيانا لكل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن يبين لنا كل ما نحتاج، كما قال ابن مسعود: إن هذا القرآن تبيان لكل شيء، فيه بيان الحلال والحرام، وفيه بيان ما قد سبق وعلم ما سيأتي، وكل شيء نحتاج إليه في أمر ديننا ودنيانا ومعاشنا ومعادنا. فالقرآن قد حوى ذلك كله، ولو تمسك المسلمون اليوم بالقرآن لسعدوا، ولما تناحروا، ولما تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تقاطعوا، ولكنهم ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. لكن هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لنا يختلف عن باقي الكتب السماوية التي قبله، إذ أن من معجزاته أنه أنزل بلسان عربي مبين، حتى أنه أعجز العرب في ذاك الوقت، أعجز مشركي قريش، إذ أن العرب كانوا يتفاخرون بالبلاغة والفصاحة واللغة العربية، كل منهم ينال الشرف إذا تحدث بلغة فصيحة بليغة. فلما أتى القرآن صعقوا وحاروا ولم يدروا ما هذا الكلام، أكلام بشر أم كلام ساحر أم كلام شاعر أم كلام جن، لم يعرفوا ما مصدره، أو عرفوا ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كفرا وعلوا، وأصبحوا يكيلون التهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن قائل شاعر، ومن قائل ساحر، ومن قائل كذاب، وقد علموا أنه ليس بكذاب، كانوا يسمونه الصادق الأمين، ومن قائل بأنه استنسخه من كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، حتى حزن قلب النبي صلى الله عليه وسلم من تلك التهم. تصور أن الناس يقولون لك صباح مساء: أيها الكذاب، أنت كذاب، أنت ساحر، أنت شاعر. لكن الله سبحانه وتعالى لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أنزل إليه آيات مسليات تسلي عن قلبه. قال الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وفي قراءة نأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم أتت الآيات مسليات لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله مسليا لقلبه ومذهبا لحزنه: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. ما ينسبونك إلى الكذب، يعلمون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له بعد ذلك: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هم يقولون لولا أنزل عليه ملك، لولا أوتي جنة يأكل منها، لولا كذا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الله مسليا له فقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. الله أكبر. هذا القرآن يسلي قلبك ويذهب عنه الحزن والحزن. إن كانت بك ضائقة مالية فعليك بالقرآن، إن كانت بك ضائقة نفسية فعليك بالقرآن، إن كانت بك شدة وشعور بالضنك والحزن فعليك بالقرآن، فإنه مذهب لذلك كله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن أعظم ذكر لله، أعظم ذكر لله. القرآن 600 صفحة. ما هي المواضيع الرئيسية في هذه الصفحات؟ لو استعرضنا القرآن لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا صباح مساء ويعرض علينا أنه الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، فلا تعبدوا غيره ولا تدعوا غيره، لا وثنا ولا قبرا ولا وليا ولا وسيطا، يدعونا إلى التوحيد. في أكثر القرآن الله سبحانه وتعالى يؤكد هذه الحقيقة أنه الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ونجد الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن يعرض علينا نعمه ويذكرنا نعمه علينا دائما. ما نقرأ نعم الله علينا: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويعرض علينا نعمه المبسوطة في كتاب الله: قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله يذكرنا بنعمه لماذا؟ لعلكم تشكرون. شكر الله على نعمه
يكون بماذا؟ ليس باللسان فقط بقول الحمد لله، لا، الشكر ثلاثة: باللسان بقول الحمد لله على كل حال، على حال الشدة وعلى حال اليسر، على حال العسر وعلى حال العسر. إن أصابتك نعماء تقول الحمد لله على ذلك، وإن أصابتك ضراء تقول الحمد لله على ذلك، ثم تقولها مطمئنا من قلبك، إذ أن الشكر يكون بالقلب. القلب يجب أن يكون موقنا أن النعم من الله وأن زوالها من الله، ثم بعد ذلك يكون الشكر بالجوارح والأركان، بعمل الصالحات والامتناع عن المحرمات. عباد الله، قراءة القرآن مرتبطة ارتباطا وثيقا في رمضان، إذ أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل كلمة رمضان قرن معها القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة القرآن في رمضان، هذه سنة جبريل، سنة نبينا وسنة جبريل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، سنة سنوها أن نقرأ القرآن في رمضان ونختمه ونتدبر معانيه وندرسه، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن منا اليوم قد ختم القرآن مرة أو مرتين أو ثلاث، أو على الأقل نصف القرآن أو ربع القرآن، أو يقرأ كل يوم؟ القلة، القلة القليلة من المسلمين اليوم يفعل ذلك. العجيب أن بعض المسلمين، لا نقول أكثرهم، يظن أن هذا القرآن وقراءته وحفظه محصورة على أئمة المساجد وأهل اللحى. لا، القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله لك أنت، نعم أنت، لا يشترط أن تكون معك لحية حتى تقرأ أو تحفظ أو تعمل أو تتدبر القرآن، لا، لأن الله يخاطب من؟ يقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا، قد جاءتكم موعظة من ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. يخاطب الناس، يخاطب الذين آمنوا، يخاطب الإنسان. فالقرآن خطاب لك أنت، نعم أنت. الشيطان أحياناً يأتينا ويقول: لا لا، هذا لست المقصود، قراءة القرآن هذه لأئمة المساجد فقط، أو لم أو أو أو, أو, أو لي ليس أنا، أنا مشغول بماذا؟ مشغول عندي دراسة وعندي تجارة وعندي أولاد وعندي، سبحان الله. وهل أتى القرآن إلا بتشريع لأمور حياتنا؟ فلو قرأنا القرآن لسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى قد وعدنا عند قراءة القرآن الأجر العظيم، بل سماها التجارة التي لا تبور. كثير من الناس يظن أن الخسارة فقط في المال، في التجارة، إذا فاتته الدنيا أو خسر في تجارته أو فاته خير كثير ظن هذا هو الخسارة. كلا والله، هذا نوع خسارة دنيوية. الله يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التجارة التي لا يمسها بوار ولا خسارة تقوم على ثلاثة أركان: قراءة القرآن، يتلون كتاب الله، وأقاموا الصلاة، لا يفرطون في الصلوات الخمس أبدا، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة الحقيقية الرابحة مع الله. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى ولو بحث الإنسان عن تجارة واشتغل، وهذا مطلوب، هذا مطلوب، لكنها لا تلهيه عن ذكر الله ولا تلهيه عن القرآن. عباد الله، يوم القيامة يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم من الذين قد هجروا القرآن، يقول: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أتريد أن تكون ممن يشتكي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، قراءة القرآن والله أنها مجلبة للأنس والسعادة والطمأنينة والراحة والبركة والاستشفاء، فعلينا بتدارك ما مضى. إن فاتك من العشرين يوم هذه أن تقوم مع الإمام
أو أن تقرأ القرآن، فلديك عشر مباركات قد دخلنا فيها، فلا يفوتنك ذلك. فيها ليلة خير من عبادة 83,000 سنة، خير من 1,000 شهر، فلا يفوتنك هذا الفضل. العجيب أننا أحياناً نستأنس باجتماعاتنا وبسمرنا وبحديثنا، نستأنس ونقضي في ذلك الساعات الطوال بلا ملل ولا كلل، وعندما يأتي الأمر إلى مسك المصحف وقراءة الجزء الذي لا يستغرق أكثر من 20 دقيقة، 20 دقيقة في اليوم ما هي؟ لا شيء، هذه تنقضي في محادثة واتساب واحدة. واتساب إنه الشيطان يا عباد الله، والله لا يستغرق الجزء منا أكثر من 20 أو 25 أو نصف ساعة على أكثر الأحوال. فعلينا بتدارك ما مضى. الله الله، لا يمضي هذا الشهر إلا وأنت خاتم لكتاب الله. نعم، كل يوم 3 أجزاء في هذا العشر، 3 أجزاء، ما تأخذ منك ساعة وربع، لا شيء. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد وعدك الفضل العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب الأجر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قد سبق، وأن يبارك لنا فيما تبقى من رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Brothers and sisters in Islam, the first khutbah was all about the Quran and the miracles of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, when He revealed the Quran, He made it a miracle to the people of Mecca, because the Quran, unlike the other previous books, was revealed in Arabic, in a form of Arabic that is so miraculous, in a very rhetoric and miraculous form of Arabic, to the extent that the pagans around the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mecca, they were stunned by such language. They were actually competing with one another to speak more eloquently in Arabic. But when the Quran came to them, they were stunned, and they knew that it couldn't be a human being that made the Quran. It couldn't be a sahir, a magician that gave him. It couldn't be a lie. It couldn't be a type of poetry. It must have been something that is so miraculous, because this form of Arabic is so high to the extent that was unfamiliar to them. And when it was recited on them, they got affected immediately, like Al-Walid ibn al-Mughira, when he came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trying to dispute him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Afaraghta? Did you finish what you are saying? Listen to me." And then he started reciting to him Surah Fussilat. Hameen tanzeelu min ar-Rahman ar-Rahim. Kitabun fussilat ayatu. Until he reached the ayah. Fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa Thamud. Until he reached this ayah. فَإِنْ أَعْرَضُوا, if they turn away, فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ, and tell them that I warn you that a strike will come and demolish you all and wipe you all out. But it wasn't in that simple English. It was in a very high eloquent form of Arabic. And Al-Walid immediately got stunned, and he came to the Prophet and he shut his mouth with his hand. Please stop reciting this form of language. I'm not familiar with it. I got affected. The Quran is so miraculous to the extent that the non-Arabs would get affected by it. And the miracle of the Quran is that it is so easy even for the non-Arabs. Although it is superior, in a superior language, but the non-Arabs would be able to not understand it, but to memorize it so easily. And that Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. So the Quran was revealed to us, تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, a clarification for us, for everything we need in this dunya and in the akhirah. We find in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us of our creation, that we were created out of sperms, tiny sperms. We were created out of dust.
and then that was so easy for Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise, our return to Him and resurrection will be so easy as well. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. That Allah subhanahu wa ta'ala was able to create you out of nothing. He will be able to create you again and resurrect you out of something, out of a tiny bone. And that is Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us in the Quran of our creation and then of His bounties and blessings and favors upon us. Allah subhanahu wa ta'ala throughout the whole Quran is saying to us, these are my favors upon you, so you may be thankful to me and worship me alone. And I mentioned a lot of surah about that, a lot of verses about the bounties and favors of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. And also Allah is reminding us of the fact that we have to worship Him. He created us and we have to worship Him alone. Not a dead person, not a tomb, not a mediator, not a wali. No, our supplication and invocation has to go to Allah directly. That is the common sense that we find in the Quran. Through all out the Quran, you will never find even one single verse that telling you to go and take mediators between you and Allah and trying to prostrate with them and make them shufa'a, like some of the Muslims unfortunately nowadays doing. They are elevating and overestimating their mashayikh to the extent that they said, oh wali aghfirli, ya Hussein, ya Fatima, ya Badawi, ya Ahmad al-Rifa'i, help me in front of Allah. Well, Allah subhanahu wa ta'ala told you in the Quran not to do that, but to go to Allah directly. So Allah is expressing this fact in dozens of occasions in the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala also encouraged us to read the Quran. In many verses, go and grab it and read it and contemplate and ponder about it. Because Allah subhanahu wa ta'ala did not send the Quran to us to be put in the shelves as decoration or to be kissed and put in the forehead as some people doing. That's not the purpose of the Quran. The purpose of the Quran is to be recited, read, contemplated about, pondered about, and applied in our, implemented in our life. Allah is saying, كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ يَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. That this book was revealed to you so they can يتدبرون, ponder about it, think about it, think about the bounties and the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, and then implement it in our life. The Quran is a source of tranquility, serenity, and comfort to our hearts, to our feelings. The one who recites the Quran, the one who listens to the Quran, and the one who is thinking about the Quran is definitely the most or the happiest person ever. However, his recitation has to be for the sake of Allah. Because if it is for the sake of something else, the Quran does not help him at all. Because the Rasulullah promised the person who recites the Quran, so people might say, he's a good reciter. He is the first person to be put in punishment, in fire. Seriously, Rasulullah literally said, أول من تسعر بهم النار ثلاثة وقارئ قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل. أو كما قال صلى الله عليه وسلم, he said, a first person or first three persons who will be put in hellfire are those. The first one of them is a person who recites the Quran, memorizes the Quran for the sake of showing up, for the sake of telling the people that he has a good voice, a good that intention will take him right away to hellfire and not to the Jannah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us sincerity in our deeds, because sincerity is the most important element in our worship. If our worship is not directed directly to Allah subhanahu wa ta'ala, they will be rejected immediately. مخلصين له الدين. They have sincerity while they are doing the rituals and ibadat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
will complain in front of Allah subhanahu wa ta'ala from those who deserted the Quran, who do not read the Quran, who do not apply the Quran. And he said in Surah Al-Buqan, وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. What is the hajr of Quran? The hajr of Quran has three types. The first one is not to read it. عدم قراءة القرآن هذا من أول أنواع الهجر. To be away from it, not to touch it. To read everything else except the Quran. To read the news, to read the social media, to read the... But not the Quran. That is the first type of hajr. The second type of hajr is to read it, but not to contemplate about it, not to understand it. Just read it as you are reading a newspaper. That's the second type, which is a little bit lighter than the first one. The third type is dangerous, which is هجر العمل به. هجر العمل به. You read the Quran, you understand it, but then you do not implement it in your life. When Allah is saying, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة, and then you go and eat riba. That's the third type and it's most dangerous one, is to understand something and to know something, but you do the opposite of it. I give an example that is rampant now in the Muslim world. Some Muslim women, when they try to divorce, to get divorced, they go to the court. To the court. Non-Muslim court. And then they try to get half of the belongings of their ex-husbands. Or the opposite. That is actually hajr al-amal bil Quran, because Allah has revealed a very detailed system of talaq in our book. However, some Muslims, they do the opposite of the Quran. Subhanallah. يتحاكمون إلى غير شرع الله في القرآن ويأخذون أموالا لا تحل لهم. هذا من هجر العمل بالقرآن. عباد الله. Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger of Allah rewarded or promised to reward us for every single letter that we recited from the Quran. So let us take advantage of these coming 10 days of Ramadan, because you still have time to recite the Quran. The sunnah of Rasulullah on every Ramadan is to recite the whole Quran, and not only recitation but pondering about them. And he used to study the Quran with whom? With Jibreel alayhi salam. So reciting, understanding, thinking about the Quran is the sunnah of Jibreel and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. In fact, they used to do so in every Ramadan until the final Ramadan they recited twice. And the scholars of Islam also, the big scholars of Islam, until now, and the righteous people, they recited the Quran in Ramadan more than 5, 10, 15 times. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us recite the Quran, think about it, and implement it in our lives. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal-Muslimin. Allahumma wahid kalimat al-Muslimin ala ta'atik. Allahumma ruddana li-ilayka raddan jameela. Allahumma aj'alna man yaqra'a kitabak ويتدبر آياتك ويعمل بقرآنك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم عليك بكل طاغية طغى وتجبر في الأرض. اللهم وأرسل عليهم العذاب وصبه عليه صبا. اللهم والطف بالمسلمين المستضعفين في الشام والعراق واليمن وفي بورما وأفغانستان وليبيا وفلسطين وفي كل بقاع العالم يا رب الأرباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا وتقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We thank so much our beloved Sheikh Dr. Saeed. جزاه الله خير for this beautiful خطبة. For your information, this is his last khutbah for 2017, as the Sheikh has completed his education. He's traveling back to Saudi Arabia in a few days. The Sheikh was very active. Wherever he go, in any state, in any town, he looked for the masjid and do his duties toward Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah bless him. He's going to be missed so much. Please, before you go, I would encourage everyone to show your support to the Sheikh, inshallah. And don't forget it with your dua. Jazakum Allah khair. Our program, inshallah, for Laylat al-Qadr, Allahumma balighna Laylat al-Qadr. Inshallah, we started last night or early this morning. And tonight, inshallah, and early tomorrow morning is going to start at 2:45. Goes all the way till 3:45 and then Suhoor and then Salat al-Fajr, inshallah. Fajr. Just now starting at 2:45
it goes to 3:45. And then after that, we'll have the suhoor, and the fajr will be around 4:18. So jazakumullah khair. Please correct me if I say something wrong, because this is what we have mentioned this morning after Salat al-Fajr. It starts at 2:45, finish at 3:45. We have 20, 30 minutes to make the suhoor, adhan, 10 minutes, and then iqama at 4:30. Jazakumullah khair. Lastly, our program, inshallah, starting next week from the 20th of June, which is the night of the 26th Ramadan. June 21st, we will be having our convention of the Laylat al-Qadr at the Mission Valley Town and Country. And Sheikh Muhammad, Sheikh Hassan, Ramadan Kareem, Sheikh Hassan also, inshallah, will join us. And also on the night of the 27th, Sheikh Muhammad Jibril, inshallah, he will join us all the way till Salat al-Eid with the Khatm al-Quran. We're going to have the last Salat al-Jum'ah, Salat al-Wada' at the Convention Center, and also the Salat al-Eid in that Convention Center. Please spread the word, and we'd like to see you there. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. It is not mandatory that you stay in the hotel. All you have to do is just pay the $10 parking ticket, or you can carpool if you would like to. So, but the sahur is $10 because you don't have time to go look for the sahur somewhere else. So the sahur is available at the hotel at a very low discounted price, which is $10 per person. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lastly, please, your masjid need your dire support. This Ramadan, we haven't done good enough in collecting donation. Please, your support is very important for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.